مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان منظومة تثمين البطاريات المستعملة. استخدام البطاريات للمحركات ديال وسائل النقل وغيرها من الاستعمالات كيخلينا نفكروا كيفاش نتخلصوا من هذه البطاريات المستعملة بشكل نافع وغير مضر بالبيئة. البطاريات المستعملة كتدخل ضمن النفايات الخطيرة حسب التصنيف المغربي للنفايات الخطيرة، وكتشكل تهديد للصحة العمومية وللبيئة. ملايين البطاريات اللي كيتم استبدالها بوحدة أخرى جديدة، لكن كيفاش ممكن تخلصوا من البطاريات القديمة بشكل ما يضرش بصحتنا وبيئتنا؟ البطاريات هي الباتري هو من النفايات الخطيره حيث كتحتوي على الرصاص اللي هو الدون ولا الخفيف والمواد الحمضيه، واللي التثمين ديالها كان تيقوم بطرق عشوائيه كضر بالصحه المواطنين وبصحه البيئه. على هذا الشيء خصنا نديروا لها واحد التثمين بطرق معقلنه وصحيه. كيفاش ممكن تخلصوا من هذه البطاريات المستعمله بطريقه اللي ما كضرش البيئه؟ من اجل تسمين هذه البطاريات بطرق معقوله تضع واحد القانون اللي كيلزم اي واحد بغى يجمع البطاريات او ينقلهم او يدير التثمين ديالهم باش يكون عنده واحد الرخصه. وزاره البيئه عملت مع شركاء الخواص على وضع هذه الوحدات ديال التثمين باش يرجع لهم البطاريه. اي واحد بغى يبدل البطاريه ديالو خصو يدي واحد لا غارونتي ولا يرجع البطاريه الخاويه. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.